بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم رايحين نديروا أول درس في مادة التربية الإسلامية سنة الخامسة ابتدائي. والدرس تاع نهار اليوم بما أنه هو أول درس، درس هذا فيه الصورة وفيه شرح المعاني ولا شرح المفردات تاع الصورة وفيه الشرح الإجمالي للصورة، هذا مكان ما كانش أسئلة أو تمارين حتى للدرس الثاني والثالث والدروس اللي جاية من بعد، وباش نبداو نلقاو الأسئلة والتمارين. نبداو الدرس تاعنا تاع نهار اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة اللي رايحين نديروها احنا وشني هي؟ أول حاجة نقرأ الصورة، والصورة هذه لازم نحفظها. صورة البلد هي صورة مكية آياتها 20. كما قلت صورة البلد هي صورة مكية آياتها 20. كي نقولوا صورة البلد مكية معناتها باللي هذه الصورة هذه وين نزلت؟ نزلت في مكة. هاي كاين الصور اللي نزلت في مكة وكاين الصور اللي نزلت في المدينة. هذه الصورة نزلت في مكة. إذن صورة البلد هي صورة مكية آيتها 20. كيف عرفنا باللي الآية تاعها 20؟ شفت الصورة هذه اللي راين لهنا؟ أو كاتب لك واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، هذيك حتى لهذي الأخرى، هذي قداه؟ 20. صافي الآية تاعها قداه؟ 20 آية. دوكا واش رايحين نديرو؟ رايحين نقراوها قراءة صحيحة، وما لازمش نغلطو خطاكش هذا كلام ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة. بعد ما قرينا السورة وقريناها قراءة صحيحة، بعد ما عرفنا باللي سورة البلد هي سورة مكية، وبعد ما عرفنا باللي الآيات تاعها العدد تاعها 20، دوك واش رايحين نقرأ؟ رايحين كشغل مقدمة، كشغل المعنى الإجمالي لهذه الصورة. يقول لك الإنسان قد يغتر بقوته وماله. وش معناتها يغتر؟ الإنسان هذا كيعود مثلا في مرحلة الشباب، ولا عنده مثلا القوة، عنده العضلات، عنده المال، يقول لك أنا القوة تاعي والمال كشغل يعطيه الغرور، ما يخممش هكذا في الحساب تاع غدوة، ولا يخمم في الموت، ولا كاينين هكذا اللي يغتروا بالقوة تاعهم والمال تاعهم، يحسب روحو رايح يقعد عايش في الدنيا دي ما يموتش مرة، ويحسب روحو عايش في الدنيا هذه الصحة مش رايحة تروح مرة، ويحسب المال هذا ما يخلصش مرة، كاينين؟ يقول لك فيظن أنه لن يموت مثلا،
يعود عنده الصوارد وعنده القوه، يحسب روحو بلي راح يعيش في الدنيا دي ما يموتش طول، ما على بالوش بلي الانسان هذا مهما كانت القوه تاعو رايح يجي نهار وين يكبر، وكي يكبر معناتها يضعف، وكي يضعف معناتها راحت هذيك القوه. وثاني اللي عنده المال كي يكون صغير او يحتاج هذاك الدراهم كش ما يشري بيهم، والله بعد كي يكبر وش يدير بالدراهم؟ يولي مثل ولادو وولادو ولادو، يولي هما اللي يستنفعوا فيه. اصبر اصبر شا يقول لك فيظن انه لن يموت حتى اذا جاء يوم القيامه ندمه. عنده المال وعنده القوه ويحسب روحه ماهوش رايح يموت مره، وتغر هذيك القوه ويغر هذاك المال، بصح نهار اللي يموت في هذيك الدقيقه يندم، بصح يلقاها طفرت او ميت ديجا. الانسان هذا كي يموت يتوقف العمل تاعو، يعني خلاص ليه يندم؟ يندم لانه نسي نعم الله تعالى عليه التي كانت تحيط به من كل جانب. وفي سورة البلد يبين لنا الله تعالى الطريق الصحيح للنجاة يوم القيامة. بعد ما قرينا سورة البلد، بعد ما عرفنا المعنى الإجمالي تاعها، دوك واش رايحين نديرو؟ نديرو شرح المفردات، يعني كل كلمة جات في هذه السورة رايحين نشوفوا المعنى تاعها. أقسم، كلمة أقسم معناتها أحلف، يعني هنا كما يقول له لا أقسم بهذا البلد، كي شغل ربي راهو يحلف بهذا البلد، يحلف كما احنا نقولوا والله، نقولوا أقسم بالله، هو هنا راهو يقول لا أقسم بهذا البلد، يعني ربي راهو يحلف. شكون البلد؟ راهو يحلف بمكة المكرمة. شوف قال لك الكلمة تاع البلد واش معناتها؟ البلد يقصد بها مكة المكرمة. حل معناتها مقيم، قال له وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت مقيم بهذا البلد وأنت موجود بهذا البلد. ووالد وما ولد، كل والد وكل مولود من المخلوقات. كبد، كبد في تعب ومشقة لطلب الرزق. هنا يقول لك لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الإنسان هذا اللي رايح يجيب الرزق تاعو، ما كانش حتى واحد اللي يجيب الرزق تاعو بسهولة، يعني اللي رايح يجيب الرزق تاعو ولازم تتعب تتعب وباه تجيب الرزق تاعك، ما كانش حتى واحد قاعد وراقد وكما نقولوا حنا يجيه الرزق لفمو، غير في حالة قليلة 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 وين يعود الإنسان لا حول ولا قوة هكذا يجيه الرزق تاعو حتى الباب تاع الدار، هو قاعد ويجيه الرزق. ما تلقاش ما فقراء ولا عباد ماهمش لاقيين واش ياكلوا ويشربوا، تلقاهم ما عندهمش هكذا منين ياكلوا، يجي يطبطب عليهم الباب واحد هكذا يطبطب الباب، كي يحلوا الباب يقول لهم ها جبت لكم صديقة. هذيك قليل، واحد في المليار، فهمت؟ يعني هو على العموم قالك لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني باش تروح تجيب الرزق تاعك لازم تتعب تسعى وباش تجيب الرزق تاعك. أي لن يقدر عليه، يعني أيحسب بما جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه. ذك هذا يعني اللي عنده المال، ذك هو زعما عنده المال بزاف، يحسب زعما بلي ربي كي عاد عنده هو هذاك المال ربي ما يقدرش عليه. قال له حتى وعندك المال، حتى وعندك المال وحتى وعندك القوه رايح تعيش 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 واخرتها رايح تموت وتجي بين ايديا ورايح تتحسب على كل صغيره وكبيره، فهمتها؟ يعني ماشي معناتها اللي عنده المال ما يتحسبش عند ربي واللي فقير يتحسب عند ربي، يعني في الاخر وكل يتحسبوا كيف كيف، كي الفقير كي الغني. ايها لبدا، لبدا انفاق المال بكثرة، هديناه النجدين اوضحنا له طريق الخير وطريق الشر، يعني قال لك
هديناه النجدين، يعني في الدنيا هذه ربنا عتنا طريق تاع الخير كيفاه نمشيوها، ونعتنا طريق تاع الشر ونعتنا كيفاه نمشيوها، ودارنا احنا في النص وقال لك اختار، تحب تمشي في طريق الخير هاو كيفاه، تحب تمشي في طريق الشر هاو كيفاه. سما تا واش خيرت؟ بصح لا خيرت طريق الخير من بعد تتحاسب، ولا خيرت طريق الشر ثاني من بعد تتحاسب. فهمتني؟ يعني كي شغل ربي يعطيك زوج طرق، يعطيك طريق الخير وينعت لك الطريق تاعها كيفاه كيفاه تمشي فيها، وينعت لك طريق الشر ويقول لك ثاني هاو كيفاه تمشي فيها، ويحطك حتى في النص يقول لك انا نعت لك الطريق تاع الخير هذه، ونعت لك الطريق تاع الشر هذه، وانت اوقف هنا، وانت عندك العقل وتعرف تخير، حاب تمشي في الخير امشي، حاب تمشي في الشر خير يعني امشي. بصح واش نهي لازم نتفاهموا على حاجه، باللي بعد ما تمشي في الطريق تاع الخير ولا الطريق تاع الشر في الاخير رايح تجي لعندي ورايحين نتحاسب. لا مشيت في الطريق تاع الخير راح نحاسبك، ولا مشيت في الطريق تاع الشر راح نحاسبك. فهمتها؟ ها، اقتحم العقبة تجاوز مشقة الطريق الصعب إلى الآخرة بإنفاق ماله، تجاوز مشقة الطريق الصعب إلى الآخرة بإنفاق ماله. قال لك لهنا كاينين بعض الأشخاص اللي عودوا عندهم الدراهم بزاف، هو في باله باللي مثلا يدير الشر يدير يدير يدير، ومن بعد يمد كاش ما دراهم هكذا، يقول لك انا بالدراهم اللي مديتهم دوك في الاخر كي نموت ما يحاسبنيش ربي يسمى بدراهمه، شغل زعما راح يمنع من الحساب. قال لك باللي هذه فك رقبه تحرير مملوك من العبوديه، إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة، يعني الناس مش لاقية واش تاكل مش لاقية واش تشرب، وواحد يخرج الماكلة من داره ويصدق. ذا متربة فقيرا معدما لا شيء عنده، ذا متربة، ذا متربة يعني فقير ما يكسب والو والو، فقيرا معدما لا شيء عنده، مكان والو، وقيل عنده غير القش اللي يلبسو برك. كما قلنا الميمنة، الميمنة الذين يساقون يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة، الذين يساقون يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. المشأمة هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، يعني كاين الميمنة والعكس تاعها المشأمة. الميمنة هم اللي يجيو على اليمين يروحوا للجنة، والمشأمة اللي يجيو على الشمال ويروحوا للنار. موصدا جزاؤهم جهنم أبوابها مغلقة عليهم، هنا كلمة موصدا يعني حاجة مسكرة مغلقة، يعني كي تسكر ما تزيدش تتحل، بصح هنا يقصدوا بها يعني جزاؤهم جهنم أبوابها مغلقة عليه. هذا هو شرح المعاني تاع هذه الآية، مفهومة تاع الصورة مفهومة. هنا دوك واش يقول لك؟ يقول لك باللي الكلمات اللي موجودة في الصورة هذه صورة البلد، يقول لك هاي كيفاه مكتوبة بصح النطق تاعها كيفاه. كيما مثلا احنا نقولوا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هو يقول لك نطقها كيفاه ماهيش حل، حلم، ها حلم، حلو بهذا، يعني كيما ننطقها كيما نكتبها بهذا، مثلا هذه هي. ووالد وما، هنا ووالد وما، كي شغل الكلمة يفككها، بس احنا ما نتعمقوش في هذه، هذه كي شغل ما ندخلوش فيها احنا، نقراو الصورة وشرح الكلمات، شرح المعاني تاع الكلمات برك، هذه كي شغل ثقافة هكذا يقراها الطفل بصح ما يتعمقش فيها باه ما تفزدلوش القراية.
مزال صغير خمس يقرأ سن الخامسة مزال. مالا لبدا، مالا لبدا، يراه أحد، يراه أحد، ولسانا وشفتين، ولسان وشفتين، بآياتنا، بآياتنا، نار موصدة، نار موصدة. هذه هي، احنا قلنا هذه انا قريناها برك هكذا من باب الاطلاع، بصح موش ملزم على الطفل انه مثلا يقراها، خطاكش العقل تاعو مازال صغير. دوكا واش رايحين نقرا؟ رايحين نقراو المعنى الاجمالي للسوره القرانيه. يقول لك هنا افتتح الله تعالى سوره البلد بالقسم بمكه، قال لك لا اقسم بهذا البلد، هذا قسم ربي سبحانه راه يقسم، قال لك لا اقسم بهذا البلد. ثم حدثنا عن الانسان وكيف خلقه واعطاه نعما كثيره، كما قال لك وخلق، قال لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وعرفه كيف يميز بين الخير والشر، ولكنه يفعل الشر ويغفل عن الطاعات، كما بين لنا كيف نفوز بالجنة بقيامنا بأعمال الخير كالإطعام في سبيل الله والإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين، فحينئذ نكون من هؤلاء الصالحين الذين يفوزون برضوان الله تعالى. هذا هو الدرس تاع نهار اليوم. نقول اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.